السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. لا تعرف كل الاخبار الجديدة بلبنان والعالم، ولا تتابع الاحداث السياسية الامنية والاقتصادية لحظة بلحظة. موقع الكتروني واحد www.lebanonnews.net. صار الخبر الموقع lebanonnews.net. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم إخوان، في هذا الفيديو سنتعرف على معلق مباراة مصر ولبنان. المباراة ستلعب اليوم على الساعة 4 مساء بتوقيت السعودية، والثالثة مساء بتوقيت مصر، والثانية مساء بتوقيت المغرب والجزائر وتونس. القنوات التي تنقل هذه المباراة قناة بين سبور رقم 1، والمباراة ستلعب في ملعب التمام، ومعلق المباراة رؤوف خالد. لا تنسى يا صديقي دعمنا باللايك، وإذا ما كنت مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. لا تعرف كل الأخبار الجديدة بلبنان والعالم، ولا تتابع الأحداث السياسية الأمنية والاقتصادية لحظة بلحظة. موقع إلكتروني واحد www.lebanonnews.net. صار الخبر الموقع lebanonnews.net.